الفرش فوق تصدق بالله ما حد واخد حاجه معاه. الله حمد. ليك 10 ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايب قلبي. الهي ربنا يهديكم ويديكم ليكفيكم ويطرح الخير فيكم ويهدي عيالكم ويبارك في والديكم ويجعل الخير بين ايديكم. صلاة النبي مكسبي. انا عايز منكم بصراحة حضرة النبي حاجة واحدة بس، دعوة ليا بس بالهداية ان ربنا يهديني ويقربني ليه قرب المحب. وبصراحة حضرة النبي الفيديو اللي انت هتشوفه ده فيه خير، اللي انت شايفه حاليا ده ولا ايه؟ في خير هيتعمل بصراحة حضرة النبي، فكل اللي طالبه منك الدعاء بالرحمة. الفيديو ده طالع بنية الرحمة لأبهاتنا وأمهاتنا، والنية من جوه ربنا عالم بيها وهتوصل بأمر الله. فانتوا يا اخواتي وحبايب قلبي يا ريت بصراحة حضرة النبي في الكومنتات تدعوا بالرحمة لكل أمواتنا المسلمين. عايز اقولك على حاجة مهمة، ان انت لما تحب تعمل خير يعني معلش يعني اعمله يا عم جهرا كده، اعمله جهرا بس مع نفسك. معلش انا اسف يعني الناس اللي بتكلمني وتقول لي ايه عايزين نفرق حاجة لله مع بعض. طب يا حبيب قلبي وانا يعني انت شايفني ايه؟ مش فاهم. وانا انت يا حبيب قلبي اتمشى كده وشوف الناس اللي على الله واديها، مش لازم تكلم الذوق وتعالى ونروح هات انت حاجه يا حبيب قلبي. وربنا بيقول انفكوا في السر والعلن، انت عايز تطلعها علن يطلعها، عايز تطلعها في السر يطلعها. لو انا عملت حاجه بعملها عشان خاطر الناس تتشجع، لان انا ما بيشوفنيش الناس اللي انا بفرع عليهم بس والناس اللي حوالين منهم، لا ده انا بيشوفني على النت انه كتير من جميع الدول، فعايز ده يعمل وده يعمل وده يعمل، وكل واحد في منطقته وفي مكانه وكل واحد عنده ناس غلابة. مع احترام لكل الناس محدش يكلمني ويقول لي عايزين نعمل الموضوع ده مع بعض او انت خد يعمل ولا الكلام ده. بالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم انا مش حمل المسؤولية. انا اللي عملته ان انا اتكلمت على قناة عشان خاطر الناس تتفاعل معاها وخدت مقابل، المقابل ده طلعته لله وعملت بصراحة حضرة النبي. اخر حاجة كانت عالم الطبخ وتربية الطيور مع أسماء، وما بقاش فيه تفاعل والناس دخلت بصت عندها لقيت إن الدعم ما عملهاش حاجة فبطلت تعمل دعم. فأنا بصراحة حضرة النبي اللي هعمله هعمله بيني وبين ربنا بعد كده. أنا لو عملت ذنب يعم عليا بالهم والنكد، وكل ما بتقرب من ربنا كل ما بيبان الخير بتتفتح وبيبان الشر بتتقفل وحاجات كتيرة. اسألني أنا والله، انا كنت مشغول بالله قلت لك الكلام ده قبل كده، اتشغلت بالله جامد بقى قيام ليل وصلاه فجر وقراءه قران اذكار صباح ومساء استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده حاجه فيا عارف الادمان، بروح لربنا ان انا رايح له حب فيه، مش رايح انزل فريضه من على كتفي، لا انا كنت رايح حب. فهو شاف الحب ده اداني كل اللي انا عايزه. دلوقتي يا حبيب قلبي شاف ان انا رايح انزل فريضه من على كتفي فذلني باللي انا مشغول بيه. خمس فروض، خمس فروض. صلاه الفجر بتاخد نور في وشك، وصلاه الظهر بتاخد بركه في رزقك، وصلاه العصر بتاخد قوه في جسمك، وصلاه المغرب بتاخد ثمره في اولادك، وصلاة العشاء بتاخد راحة في نومك. بعد كده لينا ايه؟ جنة عرضها السماوات والأرض، إنما طولها قد ايه؟ الله أعلم بيه. يلا بينا يا جدعان. تصدق بالله ما حد واخد حاجة معاه، والفرش ده كله لله. أهو. لله. تعالى كده من فضلك. كل ده لله. قولوا لله، قولوا لله القشطة ده. لا والله الصلاة على حضرة النبي يا جدعان، هم دول هم هنقطعهم ونطلعهم.
كله لله، هنقطع ونتكل على الله ونعبد. يلا الله حمري بالسلام، الله حمري، الله حمري، الله حمري. هلا محمد امسك منه محمد وخليه هو يجي يوزن ويعبي. تفضل 80 يا باشا. حبيبي يا بالا مفيش حد معاك؟ لا يا باشا مش طوغات. على ايه كده اغلب على ال يلا محمد اسمه. لحمه ب 80 وبعناها. متباع طلع لله. بـ80 ومتباع. متباع عامل ايه؟ يعني 10. ماشي. اجيب لنا اللحمه دي تاني؟ بكره ان شاء الله موجود. دي ما اقدرش ابيع منها دي. لا انا بستنى. انا تعبت اقطع شويه يا معلم. لا تنزل يا ابني. اللحمه دي الله يكرمك يا غالي. لا الزوز يا ابو كام الكيلو؟ ببلاش بس ببلاش دي كلها. كام الكيلو؟ والله طلع لله. لله؟ الله يرزقك يا ابو. هو عايز لحمه ايه؟ لحمه جاموس صغرى. سودا؟ صغرى. صغرى؟ اه البطن بتاعت العجل، ارخص حته في العجل يا ابني. الله. قلت له منها ب80. الصراحه. بس دول متباعين. متباعين؟ ب80 يا باشا جاموسي بس متباع. متباعين دول. ان شاء الله هنجيب عجل ونتباعه الفتره الجايه بامر الله. ربنا يكرمنا بس وكل فيديو يجيب مليون. اه طلع. والله واحد واخدهم معلش. واحد واخدهم حاجه بكره ان شاء الله. اللحمه من حلاوتها عايزه تمشي، من حلاوتها عايزه ايه؟ عايزه تمشي ما شاء الله. ايه كلها حمرا بالصلاه على النبي. امتى ان شاء الله؟ بكره ولا بعده؟ تعالى محمد بس. يلا يا جماعه حد يساعد يعبي معايا. يلا والله يكسب ثواب. يلا لا يساعد يا ابني في التشت. ايوه اللي فيها لله ما بتغرقش. اه يابا انا عارف يابا عشان تبقى عاب اللحمه دي. ما تقلقش اللي فيها لله ما بتغرقش. يلا يا عم ايه اللي بيقف؟ كاس وحش قوي. يلا يابا. ثمانين ثمانين يا ريس، ثمانين يا ريس.
تاخذ حته شحمه؟ بيها بس يا عم يا انا احسن من الكلب يا انا احسن من الكلب ادري بتاعت الشنط دي كده ولا حاجة بتاعت الشنط البت دي طلع الناس واللي فعل الله ما تغرقش بسم الله قال لي رقم هنيجي في الصناعه واحد واخد الشنطه دي شوفها دي ده معايا فين يا عم احمد الشنطه فين ادي الكريم فين يا عم اللحمه ادي الكريم خلي من الحظ تقول له ولا اقول غلط الناس يا هاتي نصيبك وخلاص يا حاج صدقوا بالله ما حد واخد حاجه معاه شيل من اللي عندك عنده هو هيفضل لك مدى الحياه وبكده بالصلاه على حضره النبي اقول لكم بحبكم في الله كلكم اخواتي وحبايب قلبي ما تنسوش تعملوا ايه كل اللي طالبوا منكم في الفيديو ده تدعوا لي ربنا يهديني وادعوا لاخواتنا الله يرحمهم الناس اللي طالبه الدعاء لابوها وامها بالرحمه ادعوا لامواتنا المسلمين كافه كلهم ان ربنا يرحم امواتنا المسلمين اجمعين وعزوتنا على الله حكايتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شوف انا بعاني ازاي هتلوم الناس دي بالله عليك